وبالعودة إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة حمص السورية، ينضم إلينا من القدس مراسلنا نضال كنعان. نضال، أهلا بك معنا. دعنا نتابع معك أبرز ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي حول استهداف الأراضي السورية، تحديدا مدينة حمص. نعم داليا، عمليا بيان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إطلاق الصاروخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وبالتالي الرد الإسرائيلي على هذا الإطلاق واستهداف المنصة التي أطلقت الصاروخ الذي سقط في منطقة النقب في مدينة راهط في النقب على بعد نحو 400 كيلومتر عن الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في حمص. عمليا الجيش الإسرائيلي لم يؤكد بأنه أجرى هذه الغارات على مدينة حمص وفي محيطها، بل تحدث عما حدث بعد ذلك. يعني الجيش الإسرائيلي لم يعترف بهذه الغارات، الجيش يقول بأنه استهدف المنصة التي أطلقت الصاروخ، جرى تدميرها وجرى استهداف بعض الأهداف القريبة منها. الآن يتكشف في وفقا لمصادر إسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من الأراضي السورية هو من طراز S-5 أو S-200 كما اصطلح تسميته، وهو صاروخ قديم يعني عمره نحو 60 عاما، لكن هذه الصواريخ خطيرة ويمكن أن تصل إلى مدى نحو 400 كيلومتر، وهذا ما حدث هذه المرة. الصاروخ انفجر في الجو، وبالتالي حطام هذا الصاروخ هو ما سقط في منطقة النقب جنوبي إسرائيل. والآن أولا يتم البحث في الجيش الإسرائيلي، يتم التحقيق هل كان على الجيش الإسرائيلي أن يقوم بإسقاط هذا الصاروخ مبكرا وأن لا يسمح له بالسقوط الحر أو بالانفجار في الجو. هذه الأسئلة تطرح الآن في إسرائيل، وربما السؤال الأهم، لماذا تم إطلاق هذا الصاروخ؟ الغارات التي نفذتها إسرائيل أتت من مناطق غربية، لماذا تم إطلاق الصاروخ باتجاه منطقة الجنوب؟ ويبدو أن المصادر السياسية والعسكرية في إسرائيل ترى بإطلاق هذا الصاروخ ربما رسالة من النظام السوري لإسرائيل بأنه لن يسكت بعد الآن على مثل هذه الغارات الإسرائيلية، وأنه فعليا تم استعمال صاروخ أرض جو كصاروخ أرض أرض تم إطلاقه باتجاه إسرائيل. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه الصواريخ باتجاه إسرائيل من الأراضي السورية، وفي السابق أيضا قرأت على أنها رسالة لإسرائيل. وهنا أيضا ملاحظة أخرى، هذا الصاروخ رغم أنه قديم، رغم أنه يبلغ من العمر 60 عاما، إلا أن مثل هذا الصاروخ عام 2018 تمكن من إسقاط طائرة F-16 إسرائيلية تم استهدافها بمثل هذا الصاروخ بعض غارات نفذها سلاح الطيران الإسرائيلي. طيب، على الأراضي السورية اليوم مصادر أيضا نتابع هذه الصور لاجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي على ما يبدو يعقد الآن. إلى ماذا سيكون هذا الملف مطروح على أجندة اجتماعات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ لغاية الآن لم تصلنا تصريحات من رئيس الوزراء من داخل جلسة الحكومة، لكن على الأغلب يعني المستوى الذي سيبحث في هذا الموضوع ليس الحكومة الإسرائيلية. غالبا شهدنا أن رئيس الحكومة لا يشرك كل وزراء الحكومة، وحتى في اجتماعات الكابينيت المجلس الوزاري المصغر كان نتنياهو يتحاشى إعلام الكابينيت في مثل هذه القرارات الأمنية بسبب الخلافات بينه وبين وزراء اليمين المتطرف. على الأغلب سيتم تباحث هذا الموضوع أولا في المستوى العسكري الرفيع في إسرائيل على مستوى قيادة هيئة الأركان والاستخبارات العسكرية ووزير الدفاع، وربما طبعا بعد ذلك بعد استخلاص العبر سيتم إشراك نتنياهو وربما بعض الوزراء المنتخبين المختارين من قبل نتنياهو للبحث في القضايا الأمنية الاستراتيجية، وليس بتسل إيلست موتريتش وإيتمار
إيتمار بن كبير الذين يشاركون في جلسات الحكومة. لكن ربما السؤال الأهم هو هل تشهد إسرائيل تغيرا في السياسات السورية اتجاه الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية؟ ربما هذا سيكون السؤال الأهم الآن والتباحث في الخطوات القادمة على ضوء مثل هذا التغيير في السياسة السورية. هذه الصور طبعا للجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، وشكرا لك مراسلنا نضال كناعني كان معنا من القدس.